تعافى كمان على نفسك يا تايسون. خفيفة يا فندم. تجهيز الهندسة تمام يا فندم. طب تمام، بقول لك ايه بقى، بلغ شبراوي انا بقى ايه، نتقسم 8 دوريات، 6 على البيت ده و2 على البيت ده، ورجاله رفح هتبقى في البيت ده. تمام يا فندم. بعد اذنك يا فندم. يا رب. حضرتك بلغتنا على الجهاز اجيب حاجه من البيت ده، يبقى انا بيت في ده. عايز اسميهم لك يعني؟ يبقى احلى واحلى يا فندم. ماشي يا سيدي، ده هرم 1 وده هرم 2 وده هرم 3، ايه رايك في الاسامي دي؟ عشت الاسامي يا فندم. طب والذخيره يا فندم؟ هتبقى في هرم 1. بقول لك ايه، خلي بالكم بقى من موضوع الكانتين، واللي بيعمل اكل يزود في الاكل، يراعي ان الدنيا صيام. ها؟ تمام يا فندم. يلا. بقول لسيادتك يا فندم. ايه في الراجل؟ كنت عايز اعمل دراوي خشب للخدمه عشان الشمس، سيادتك عارف يعني الجو حر والدنيا صيام. فكره حلوه، ماشي، بس هنشوف بقى انت نجار مسلح تمام ولا تعبان. تمام يا فندم. يلا. معلش سيادتك يا فندم. يا خالد انا لقيت عجله الموتوسيكل دي مرميه ورا، ممكن ناخدوها نعملوا بيها بكاره، نرفع بيها شكاره الرمل فوق الاسطوح كيف ما كنا بنعمله في المعمار يعني، بدل ما الرجاله تشيلها على كتفها وتطلع بيها على السلم وهم صايمين. طب حلو، اي حاجه تلاقيها تنفع معاك اشتغل بيها على طول. شكرا يا فندم. يلا بعد اذنك. احسن رجاله، شدوا حيلكم شويه، معلش اول يوم بقى نشوف الدنيا فيها ايه. حامل يا تايسون، هاتوا على كمان عشا بوخته. شكرا يا فندم. عامل يا تايسون ما تخاف، عامل واحدة كمان يا سيدي، شيل على جدك. ستين على 12. زاوية 33. قفل. سيب يا ابني اللي في ايدك ده دلوقتي وتيجي تشيل معايا. يا ابني انا الشيف داخليه، انا اشيل انت تيجي تطبخ، انا اطبخ انت تشيل، تشيل ولا تطبخ؟ خلاص انا هشيل.